نجم كبير ومشوار طويل الحقيقه مع النادي الاهلي جوه الملعب وبره الملعب. بيشرفنا النهارده واحد من نجوم خط دفاع النادي الاهلي في الثمانينات، لو ذاكرتي ما خانتنيش، والحقيقه يمكن يطلق عليه الجيل الذهبي اللي كان بيلعب كوره عشان الكوره. كابتن محمود صالح وضيفنا في السادسه، ونقول بقى دكتور محمود صالح وضيفنا في السادسه، اهلا بيك يا دكتور. اهلا استاذ احمد، والف الف مبروك، جاي لنا في ايام فرحانين فيها والاهلاويه في كل مكان الحقيقه، معنوياتهم في السماء واحلامهم وطموحاتهم كمان في مكان عالي جدا. مبروك يا كابتن. الله يخليك. اخد رايك بس في قفله سيزون، بتهيالي يمكن يكون، انا وصفته الحقيقه انه موسم استثنائي، ويمكن يكون الانجح في مشوار 113 سنه للنادي الاهلي. يعني مفيش سيزون لعبناه كان فيه هذا الكم الكبير جدا من العقبات، موسم طويل جدا حصل فيه مطبات كتير جدا، تغيير جهاز فني، رحيل لعيبه، غيابات كتيره جدا على مدار مشوار الموسم كله، بتنافس في اكتر من جبهه، ورغم كده قدرت فرقه النادي الاهلي انها تحقق الثلاث بطولات. تتفق ان الموسم الاصعب، وشايف انه الاهلي مع موسيماني ختم الموسم ازاي؟ طبعا الموسم الاصعب مفيش شك، حتى على مستوى العالم كله. ايوه انما اللي يحسب طبعا 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 انما اللي يحسب للجهاز الفني الحقيقه من ايام فايلر مع بدايته، ما بدا مع النادي الاهلي في بدايه الموسم، وتولي موسيماني يعني المسؤوليه ان هو يكون مدير فني ويكمل الموسم. أيوة. الحقيقه زائد برضو اللعيبه الحقيقه الفترة دي طبعا ما فيش شك كانت صعبة، انما انا شايف اللعيبة كانت مركزة جدا، مهتمية جدا، وانها تحقق حاجة للنادي، واعتقد يعني هي دي الاجواء اللي بيتميز بيها النادي الاهلي دايما. أيوة. دايما الهدف واحد، سواء لجهاز فني، سواء للاعبين، سواء لمجلس ادارة، الحقيقة كله ان هو تحقيق اي بطولة النادي الاهلي هو بيلعب ان هو يفوز بيها، قد يعني ما يوفقش ان هو يفوز باحدى البطولات، انما دايما الـ الهدف واحد، عينه على البطولة، وكله بالظبط، وكله في اتجاه، بيسير في اتجاه واحد. احيانا بيبقى في لعيب مدرب عنده طموح معين، وبيجد اللاعبين ما عندهمش نفس الطموح، صعب التوفيق، او العكس. أي. ممكن نادي كبير ولاعيبه كبيره ومدرب يمكن متواضع، ما عندوش نفس الطموحات، او ما عندوش نفس الامكانيات اللي يقدر يحقق الطموحات اللي موجوده عند اللاعبين، او اللي هو بيهدف اليها مجلس الاداره، برضه بتبقى فيه مشكلة. إنما الحمد لله إحنا مجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية كلها اتجاه واحد، قول له هدف واحد، أي بطولة النادي الأهلي بيلعب فيها يعني. هو اللي لفت نظر يا دكتور محمود السيزون ده تحديدا، إنه الأهلي مش بس يعني جمع الثلاث بطولات، ده متفقين طبعا للجماهير وللاعيبة والإدارة والجهاز إنه ده الهدف الأهم، تحقق البطولة وتتكتب باسمك في التاريخ وبعد كده تيجي أي حاجة تانية. لكن أنا لفت نظر إنه كل أرقام النادي الأهلي في الثلاث مسابقات اللي حصل على ألقابهم قياسية. يعني في الدوري العام أنت أرقامك على مستوى الدفاع والهجوم، على مستوى النقاط، على مستوى الكلين شيت، على مستوى نسب الاستحواذ قياسية، ما اتحققتش قبل كده، وفرق كبير جدا بينك وبين أقرب منافسيك. نفس الحكاية في دوري الأبطال السيزون ده، هزيمة واحدة وبرضه كانت في ظروف خاصة جدا، هزمت النجم الساحلي، وبعد كده مشوارك أكتر ريكورد أهداف في تاريخ النادي الأهلي في بطولة أفريقية كان السنة دي، أكتر كلين شيت، وكاس مصر اعتقد برضو لعبنا ماتشات الكاس كلها بدون هزيمه واحده. فبالتالي انت مش بس جامع بين الالقاب، لكن ارقامك كمان بتعكس انجاز مهم جدا يعني بيتحط في الاعتبار. ما فيش شك، هو زي ما قلنا في بدايه كلامنا يعني ان الهدف واحد، وكله بيعمل على هذا الهدف، وكل الفرق وجدت صعوبات الحقيقه، انما النادي الاهلي انا ممكن كنت بتابع برضو بعض التدريبات وبشوف اداء اللاعبين و توجيهات المدربين، وحاسس فعلا ان اللعيبه عندها طموح وعندها اراده الحقيقه فعلا ان تحقق كل البطولات اللي ممكن تقدر تلعب. فدي اعتقد يمكن الاجواء ديت والمناخ ده من الصعب تلاقيه في فرقه ثانيه، انما فبفضل الله طبعا على مدار السنين وعلى مدار تاريخ النادي الاهلي دايما الاجواء بتكون كويسه، سواء عندك لاعبين عندهم شخصيه، عندهم طموح، كفاءه في الناحيه الفنيه بالنسبه للاجهزه الفنيه، الاداره الحقيقه بتوفر كل حاجه، موجود الاداره الحقيقه، وموجود طبعا الكابتن محمود الخطيب على راس هذه الاداره، فاعتقد هي مقومات النجاح متوفره الحقيقه، ودي اكيد يعني يمكن ده سبب رئيسي في تحقيق الموسم الجاي. اصعب ولا اسهل من وجهه نظرك؟ لا هيبقى اصعب، لان هيبقى احنا أصعب. احنا يمكن المشاكل اللي هي متواجده عند كل الانديه الاخرى اللي بتنافسنا، سواء على المستوى المحلي على المستوى الافريقي، اعتقد احنا تجاوزنا يعني في الفترات اللي فاتت تجاوزنا هذه المرحله، وابتدينا نعد نفسنا بشكل كويس وشكل جدي، يعني ده يعني
التيم وورك كله كان شغال كويس الحقيقه. يمكن الاجواء دي مش موجوده في انديه اخرى. ايوه قد يكون ان لو المشاكل دي انتهت ممكن دي بتحسن البيئه برضو والمناخ عند الفرق الاخرى. فانا شايف تزود شويه من التنافس هيزيد، مفيش شك التنافس احنا هنلاقي صعوبات اكتر وتنافس اكبر اكيد. الاهلي دعم صفوه بشكل كويس، مرضي بالنسبه لك؟ طبعا لحد يعني خصوصا العناصر اللي هي كانت معاره ديت اعتقد هيبقى لها دور كبير. فكره الاعاره فكره ممتازه، اللاعب قد يكون هو يعني في رؤيه ان هو هيبقى يدي بشكل كويس، بس التايم ده التوقيت دوت هو مش هيكون ليه دور مع النادي. الاعارات اللي بره ديت بيقدر يلعب بشكل اساسي ويحتك بشكل اساسي، مفيش شك في عودته هيكون مستوى اعلى، هياخد ثقه في نفسه اكتر وطموحه هيبقى اعلى، وما فيش شك التنافس بين اللعيبه وبعضها ده بيخلق بيئه كويسه للفرق اللي هي فعلا عايزه تنافس على البطولات. صفقات كافيه من وجهه نظرك؟ يعني ممكن اتفق ان كنا بنتكلم بعض المراكز قد يكون محتاجه تدعيم، يعني هي لازم تدرس كويس، يعني انا شايف يعني ممكن يكون بعض المراكز محتاجه تدعيم. يعني اذا كنت بتختار او اذا كنت شايف انه في ايدك تحسم صفقه النادي الاهلي، مين اللعيب اللي تتمنى تشوفه لابس الفانيله الحمراء على مستوى مصر؟ يعني مستوى مصر او حتى من الاسماء اللي احنا سمعناها، يعني احنا سمعنا ملفات كتير جدا في الفتره الاخيره، سمعنا جاستن سيرينو الجنوب اللي بيلعب في سان داونز الجنوب افريقي، وسمعنا البلايلي في فتره من الفترات، وسمعنا بغداد في فتره قبلهم. يعني انت شايف مين المهاجم الجزائري او من جوه مصر، لو انت شايف حد مؤهل انه لا هو بغدادي بغدادي الاسم كده بغداد بونجاح. بونجاح لا لعيب كويس جدا تابعناه في بطوله الامم الافريقيه وتابعناه في الدوري القطري ممتاز. اعتقد ده هيبقى صفقه كويسه لو جت ممتاز. تمام. موسيماني البلايلي البلايلي بس اعتقد احيانا بتبقى انت بتبص لاحتياجك. ايوه قد يكون لعيب مستواه كويس جدا جدا بس انت عندك متواجد عندك هذه النوعيه من اللعيبه مفيش احتياج ليه. هي الاحتياج اللي بيخليك تتجه للمركز اللي انت عايز يعني تاخده. ولو اتكلمنا بالمراكز، ايه المراكز اللي مش شايف انها محتاجه؟ يعني بيتهيألي ان الاهلي راس حرب ابو نجاح ده هيبقى اضافه طبعا، راس حرب مروان محسن مع برضه وعوده احمد ياسر ريان برضو اعتقد هيبقى في تنافس كويس. هي التنافس ده مهم جدا انك تخلق حاله منافسه بين الفريق نفسه طبعًا. يعني بين 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 لعيبتك وبين طبعًا. طبعًا. والبدلاء يكونوا في مستوى متقارب صحيح. لان هي الكوره ممكن لعيب في اصابه او بيخرج عن الفورمه الرياضيه البديل يبقى موجود ما نحسش بفرق يبقى في نفس المستوى صحيح. مستوى متقارب وانا بيتهيألي دي واحده من الحاجات اللي بيشتغل عليها المدربين طبعًا. عشان يرفعوا مستوى لعيبتهم يعني طبعًا. فكره انه لعيب يريح لانه مكاني هنا مضمون ده ما بيخلوش يطلع طبعًا. اقصى معنى اكيد على المستوى هيهبط مع مرور الوقت هو خلاص احساسه ان هو الافضل وهو يعني محتكر هذا المركز. بس على فكره دي مش موجوده في كل اللعيبه يعني على مستوى الاجيال يعني مش عايز اقول اسماء معينه بس يعني ممكن يكون هو لوحده في المكان ده انما بيتمرن كانه بيعيش التنافس مع زمايل ليه في نفس المركز. دي عقليه بقى يا دكتور عقلية محمود عقلية. يعني انا جاي في زين الحضري مثلا كان متفوق جدا سواء في الاهلي او في المنتخب انما بينزل الملعب كانه في اختبار جديد الحقيقه وبيأدي بشكل كويس جدا وده اللعيب اللي بيستمر بقى ال 10 سنين 15 سنه سواء على المستوى المحلي او مستوى الدوري. ايوه والشناوي برده بيتهيألي ماشي في تراك الحضري ماشي بالظبط يعني اعتقد من اللعيبه اللي شغاله على انها تطور مستواها بالظبط مستواه محافظ على مستواه. قد يكون التنافس مش قريب منه قوي يعني هو فارض نفسه بس هو برده عايز يحافظ على مكانته ومركزه وعلى فكره اللعيب يعني بيحاول مع نفسه يحقق ريكورد يعني عايز يلعب ماتشات كتيره يبقى تاريخه طويل. ده لعيب النادي الاهلي ولا اللعيب بشكل عام؟ لعيب بشكل عام في لعيبه كده يعني متواجده في انديه كتيره في كل الانديه بس طبعا ما يكون نادي على مستوى البطوله اكيد بتزود الطموح عند اللاعب وبتكبر من حجم الهدف اللي هو عايز يحققه. بتيجي ازاي يا دكتور محمود؟ يعني انتوا كنتوا شخصيه النادي الاهلي شخصيه من الشخصيه تكوينك تكوين الشخصيه وبيكتسبه بقى اذا كنت انت لاعب صغير السن ومعاك كباتن كبار. اسمح لي في الجزئيه دي يعني احنا شفنا انا مش هقول اسماء بس هي في نماذج كتيره جدا نماذج جت لعيبه عاديه بس في خلال مشوارها مع النادي الاهلي تحولت لفوق مستوى النجوميه طبعا. يعني ناس اشتغلت في ناس بتيجي النادي الاهلي وتكاد تظن انه خلاص ده نهايه المشوار يعني انا جيت الاهلي خلاص مفيش حاجه مش عايز حاجه تاني وفي ناس بتيجي الاهلي تبتدي المشوار من اول السطر يعني نقطه من اول السطر طبعاً. فتلاقي نفسها في حته تانية خالص. تمام كلام مظبوط جدا بس مهم جدا اللاعب يكون عنده الاستعداد والامكانات ان هو يقدر يحقق حاجه
لاعب لوحده لما بيلاقي مناخ لوحده يا دكتور محمود، ولا دي مسؤوليه اداره ومسؤوليه جهاز فني برضه؟ كله طبعا، كله طبعا. المدرب لازم يوصل اللاعب لاحسن فورمه رياضيه بحيث اللاعب يخرج كل الامكانيات الموجوده عنده، دي مسؤوليه المدربين او الجهاز الفني. الاداره طبعا مهمه جدا، سواء على مجلس على مستوى مجلس الاداره او مستوى الجهاز الاداري بتاع الفريق. طبعا في بتبقى احيانا معوقات، بيبقى اللاعب عنده مشاكل اجتماعيه محتاجه حل، يعني برضو دي نقطه مهمه. اللاعب عنده يعني صافي الذهن وعنده استقرار نفسي ويقدر يركز فعلا في الكوره، يعني هي دي بس، مفيش مشاكل. كل النادي بيحاول يساعده في ان هو يحط كل قوته في وتركيزه في الكوره. النقطه دي مهمه جدا، لانه ما قلناش مثال احنا. اتفضل اتفضل. ابو تريكا يعني محمد ابو تريكا لو قلنا كان مستواه في الترسانه، لا نقله غير طبيعيه. الامكانيات هي هي والموهبه هي هي، بس ابو تريكا في الترسانه. ابو تريكا جه 26 سنه تقريبا، 26 27، جه 2004 بدايه 2004 كان جامد. 26 بالظبط، هو مواليد 78. ما كانش حد لسه محدش يعرف مين ابو تريكا يعني. انا تابعته، كنت دايما بحب اتفرج برضه، كنت بحب نادي الترسانه واحب اتفرج طبعا على فرقته. كان بيعجبني، بس لا في فرق في بين اداؤه هنا واداؤه هنا. هو عنده الاستعداد والامكانيات والموهبه بس لا بقى الاهتمام ولقى مجموعه لاعبين، وبقى برضه الطموح زاد، وزي ما قلنا في بدايه حديثنا والاهداف زادت. بتيجي نادي بيلعب على بطولات ونادي كبير يعني، فبتحب النادي، هو بيعشق النادي ما فيش شك. كل دي عوامل اكيد زودت من طموحه، وزودت يعني ان هو ازاي يخرج كل الامكانيات الموجوده عنده. صحيح، وزيه الحضري زي ما حضرتك ذكرت من شويه، وزيه حضري طبعا وائل جمعه الحقيقه لما جه من المحله برضو. دي نماذج يعني سوبر. صح، فرق صحيح. ونقله كبيره جدا حضرتك طبعا. صحيح بالظبط. صحيح. بمناسبه الجزئيه دي، انه انك ازاي تشتغل على اللعيب بشكل نفسي، بيقول انه واحده من اكتر، انا عايز اخد رايك في كره موسيماني شويه، انه واحده من اكتر الحاجات اللي بتميز موسيماني حاجة، لو تفتكر في اخر ايام فايلر الجماهير ما كانتش راضيه قوي، رغم ان الاهلي كان بيكسب كل حاجه وحاسمين بطوله الدوري، بس ما كانتش راضيه قوي، كان حاسه انه في حاجه غلط في الفرقه. بالظبط. في ناس بتشوف انه واحده من اكتر الحاجات اللي بتميز موسيماني قدرته على انه يحفز ويخلق الدافع عند اللعيبه، وده ظهر بشكل كبير جدا من اول ماتش تولى فيه رجل مسؤوليه. حضرتك عارف انه جه في وقت ضيق جدا طبعاً. مطلوب منه يفنش دوري، مطلوب منه يكمل دوري طبعاً. ابطال ومعاهم كاس مصر طبعاً. فبالتالي ما كانش عنده الوقت ولا الرفاهيه ان انا ابتدي اشتغل على لعيب قوي، لكن قدر يعمل شكل مختلف للنادي الاهلي. هو زي ما احنا قلنا في ذات حصه برضو ان هو عال، يعني بيعرف كل امكانيات الفريق، عارف لعيبه النادي الاهلي، متابعهم الحقيقه. احيانا هو شخصيه يعني تم الثقه بينه باللاعبين بشكل كويس. ومهم جدا اللاعب المدرب او يعني القائد بشكل عام، يعني انه يجمع الثقه وان اللعيبه تثق فيه، وفي نفس الوقت يكون ناس بتحبه يعني. يعني هو جمع بين الحتتين دول. في مدربين كتير يعني على مدار تاريخنا، يعني كان الكابتن جوهري يتميز بهذا يعني. امكانيات فنيه عاليه للكابتن جوهري، في قناعه بمستواه الفني، قناعه بامكانياته. بيقولوا على الجنرال الله يرحمه يعني انه كان ديكتاتور، يعني ما كانش حد يقدر انه لا اعلام ياثر فيه ولا مسؤولين ولا لعيبه او نجوم، يعني كان وكل اللعيبه كانت بتحبه وتقدره وبتحترمه. ده نموذج مصري، نموذج لا اللي ضربنا بقى على المستوى اللي هو النماذج الاجنبيه. ايوه. دون ريفي قعد معانا فتره قليله، بس انا على ما اتذكر يعني ان هو كان بيهتم باللعيبه المصابه اكتر من اللعيبه اللي هي سليمه، دايما يجي بدري ويتبع يبقى معاهم في التمرين والاعداد، عشان يعني انا بكلم. هو طبعا شخصيه المدرب مهمه جدا، ان يجمع بين احترام وحب اللاعبين ليه والثقه اللي بينهم متبادله الحقيقه، ولازم يهتم بكل لاعب ويحسس كل لاعب انه ليه دور، حتى لو ملوش دور في الفتره الحاليه ليه دور في الفتره الجايه، ولازم يكون جاهز ولازم يحمسه ويهتم بيه. وفعلا ما فيش لعيب ملوش دور يعني. هو بيجي وقت طبعا فعلا في لعيب بديل وبينزل، زي ما شفنا مثلا يعني عايز اتذكر يعني نماذج الحقيقه، ان كان فعلا اللي احنا بنقوله ده حتى على المستوى العملي موجود ومتواجد بشكل حقيقي يعني. مش كلام نظري احنا بنقوله، لا اللعيبه كل اللعيبه ليها ادوار. بس المهم الكابتن ثابت كان قاعد سنتين الله يرحمه ما كانش بيلعب، وفي موسم 80-81 نهائي كاس كان الكابتن اكرامي هو اللي كان بيلعب السنتين بتوع كالوتشاي، وهو اللي كسب النادي الاهلي، عمل مباراه تاريخيه كابتن ثابت. لان الكابتن ثابت كان ليه شخصيه وكان بيتمرن ودايما هو بيمثل لنا قدوه الحقيقه في التمرين والشخصيه والاهتمام والالتزام. جه وقته يعني، لو هو
شخصيته مش كده كان النادي الاهلي مش هيكسب البطوله دي. كره موسيماني ظهرت تقدر تحكم عليها ولا خلينا نقول الفتره لسه ما زالت مش كافيه، والحكم الحقيقي يبقى مع بدايه سيزون جديد، راجل عنده اوراق كامله، فرقه النهارده اعتقد فيها الى حد كبير سكواد كامل مكتمل لاول مره ما شفناهوش من فتره طويله جدا، بيبتدي موسم الى حد ما بيحضر له من اوله، ولو ان ما فيش وقت احنا خلاص هنبتدي الموسم الجديد يوم الاحد اللي جاي، فالحكم عليه يبقى بعد ما يعني نديله مساحه اكتر طبعا تبان بصماته يعني. اكيد اكيد، وانت مدرب بيجي اذا كان هو يعني امكانياته كلها بتاخد وقت في الظهور. احنا وصلنا لمرحله نجاح الحمد لله، بس احنا لسه عندنا مساحه، دي بتطمنا شويه. زي ما حضرتك قلت ان في مجموعه لاعبين في سبيلهم يجوا، في مجموعه جت، واعتقد دوت يعني احنا البدايه بتاعتنا مع بدايه الموسم افضل من الفتره الحاليه على فكره. ايوه هنلاقي اللعيبه اللي هي مستويات متقاربه ولاعيبه كويسه، وهينضم اللعيبه اللي قلنا عليهم. ان شاء الله الصفقات كلها تتم بشكل كويس، يعني النادي الاهلي وفق في ضم هؤلاء اللاعبين، مفيش شك احنا الفتره اللي جايه هتبقى افضل من الفتره ديت، وده اللي بيخلينا نتفائل اكتر ويستمر النجاح ان شاء الله مع بدايه الموسم والمواسم الجايه ان شاء الله. اصعب حاجه هتواجه الاهلي الموسم الجديد من وجهه نظرك؟ فكره انه المواسم يعني في تلاحم بين الموسمين، فكره انه في مسابقات مختلفه، فكره انه حتى مشواره حضرتك عارف انه الاهلي رافض رئيسي او مؤغذي اساسي للمنتخبات الوطنيه، عندنا اولمبي بيلعب اولمبياد، عندنا اول هيعمل تصفيات افريقيا وتصفيات، ايه الصعب بالنسبه للنادي الاهلي او اصعب حاجه تخاف منها السيزون الجديد؟ لا هو على مستوى التنافس، هو المستوى التنافس على البطوله الافريقيه. عندنا كمان كاس العالم، كاس عالم انديه. الانديه دي دي نقطه مهمه، احنا يمكن للاسف ما ذكرناهاش في حديثنا، بس دي نقطه مهمه جدا. النادي الاهلي وجماهيره عنده طموح كبير، اعتقد احنا حققنا المركز الثالث قبل كده، حققنا الثالث. افضل، عندنا امل ليه ما نحققش قبل كده. فرقه رجاء ما وصلت، اخذت مركز ثاني، والعين ما وصل، والعين برضه وصل النهائي برضه. اعتقد ده مهم جدا، ودي موجوده زي ما قلنا ان مستوى الطموح عالي الحمد لله، واعتقد دي هتبقى اختبار كبير جدا للنادي الاهلي. بس انا شايف مع في الفتره ديت وترتيب الموسم احنا هنوصل للمرحله ديت، اعتقد هيبقى في يناير البطوله. يناير لا البطوله في فبراير، في اول فبراير ل 11 فبراير. طيب تمام، يعني كويس. قدامنا تقريبا 50 يوم 52 بالزبط. يوم حاجه كده، يعني لو شفنا الظروف اللي مرينا بيها اللي فاتت اعتقد احنا هنوصل للمرحله دي ان شاء الله، اللعيبه كلها تبقى في التوب فورم بتاعها. من الصفقات الاهلي الجديده شايف مين ممكن يكون عنده، يعني طبعا انا عارف ان كلهم نجوم ومنهم اربعه خمس اسماء الحقيقه اوريدي دوليين في المنتخب الاولمبي، بس انت مستني تشوف مين بفانيله النادي الاهلي؟ يعني احنا جايبنا ثلاثه جداد، طاهر وبدر وبيكم. بيكم مش يعني هو طبعا صفقه جديده، بس هو مش غريب على النادي الاهلي، وفي الخمسه المعارين اللي رجعوا محمد شريف وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وناصر ماهر واكرم توفيق. بص حضرتك، هو في بالتاكيد يعني طالما النادي اخذ قرار سؤال فيهم. صعب ولا لا ولا, لا ولا 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 لا هجاوب يعني فضل. هو طبعا ما فيش شك الواقع لهم اختيار، اكيد دول بعد دراسه مستفيضه يعني ما شفتش لعيبه احنا في النادي الاهلي او النادي الاهلي بيتفرج عليهم من مباراه يقدر ياخده، لا حسب علم انا يعني طبعا، وده اكيد كلام مؤكد ان بيتم متابعه جيده وتقييم علمي مظبوط جدا جدا، سواء عوده المعارين او الاستعانه بعناصر خارجيه. مظبوط، كل دول عندهم قدره يلعبوا، كل دول عندهم قدره ينافسوا، وكل دول لعيبه عندهم قدره ان هم يعني يثبت وجوده ويبقى لاعب اساسي في النادي الاهلي، مفيش شك كلهم. ايه المطلوب منه؟ هو بقى ترجع لشخصيته بقى. وحاطط قدامه هدف ويسعى للهدف ده. ومش كل اللعيبه اللي بتوصل لكن هي احسن. مفيش على المستوى الشخصي لعيب دكتور محمود صالح. انت شخصيا مستني تشوفه او مستني منه يعني؟ انا شايف لو ابو نجاح جه يبقى لعيب ده صفقه ابو نجاح يفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير. طيب خلينا بمناسبه اللاعبين المحترفين الخارجيين ويمكن تحط عليهم علامات استفهام، خلينا اسالك على الموهبه وحجمها وتاثيرها وكيفيه اكتشافها، بس خلينا اروح لفصل دكتور محمود وارجع اتواصل مع حضرتك من جديد في السادسه، فصل سريع ونرجع لحضراتكم. مره ثانيه برحب بحضراتكم. الحقيقه انا هستغل وجود دكتور محمود صالح وكابتن محمود صالح طبعا نجم النادي الاهلي معانا في السادسه، في ان انا اطرح مع يعني عليه فكره الموهبه المصريه. انا مش بتكلم عن النادي الاهلي، ولو اني لو خدت الاهلي نموذج انا ممكن اقعد حلقتين ثلاثه اكلم حضراتكم على اسماء مبدعه
في مختلف المراكز من اول حارس المرمى لغايه المهاجم الصريح او راس الحربه زي ما بنسميه، وممكن في كل مركز من دول اعد لكم خمس ست اسماء كانوا علامات، لكن ده ما فيش وقت ليه. لكن هل الحقيقه في الجيل الحالي او في الفتره الاخيره دي بقينا بنعاني عشان نطلع موهبه جديده؟ بقينا، وانا هنا مش بتكلم على الاهلي، بقينا بتكلم على الكره في مصر بشكل كبير، رغم وجود الحقيقه عندنا نجوم بره محترفه، ورغم انه في مصر النهارده بقى في مجال اوسع، بنيه تحتيه، ملاعب، انديه، مدارس كوره، اكاديميات، فبقت قاعده الممارسه اوسع بكتير، وده كان مفترض انه يسهل عمليه ايجاد المواهب بشكل كبير. مره تانية برحب بيك يا دكتور محمود، واهلا وسهلا بسادس. في مشكله في المواهب في مصر؟ طبعا طبعا، على فكره في كل المجالات، في لأن كل المجالات. زمان زمان كان سواء لاعب او سواء مدرب هما دول، او سواء على مستوى الاداره، كل واحد بيمارس المهنه دي هو منطلق حبه ليها، انما مش هدف مادي وعايز يكسب فلوس و و يمكن قد تكون ظروف يعني الحياه اتغيرت بالنسبه للاجيال الجديده. يعني زمان مثلا في الفن، اكيد في التمثيل مثلا على سبيل المثال، بص شوف النجوم كانوا عاملين ازاي شكلهم، انما لان هو كان بيشتغل المهنه دي كانه متبرع. بس عندنا نجوم برضو كويسين النهارده يعني. طبعا طبعا. يعني يمكن القاعده العريضه بقت، يمكن يعني عشان المقارنه هنا لا تجوز برضو يا دكتور محمد. امبارح زمان كانت مستوى الشاشات ايه، او عدد الشاشات اللي بيطل عليها النجم قد ايه، فبالتالي الاختيار كان عامل ازاي. النهارده اليوتيوب خلى كل من هب ودب بيغني، وكل من هب ودب بيمثل. في فرص قصدك يعني اللي عنده امكانيات بتظهر. طبعا طبعا طبعا. بس انا هقول حاجه على الكوره، بس يعني بتكلم الاول يعني هي زمان يعني المدربين بتوع زمان لو يعني تشوفهم كان دخلهم ايه. ولا بيفكر ليه بياخد له 10 جنيه في الشهر، 15 جنيه في الشهر، وممكن يكون مدرب في النادي الاهلي يعني، لكن بيخليه اكثر اخلاصا مثلا. لا هو مش هي مش هي مش هي في ناس، ما هو في ناس هو لو مش حابب المهنه دي قوي مش هيشتغلها. لانه ممكن يلاقي الدخل ده بره واكتر منه. انما النهارده الرياضه او الفن، لا شوف دخل الفنان او دخل اللاعب ايه، سواء على مستوى اللعب او على مستوى المدرب. وده مخلي النهارده يعني اي حد عنده ابن شايف فيه ربع موهبه عايزه يطلع لعيب كوره وبيقاتل عليه. هو مش هو ممكن يعني ممكن يعني، بس انا اقول رغبه الناس في ان اولادها تخش مجال الرياضه النهارده بقت اكبر بكتير جدا من زمان. يعني زمان كنت تقول مثلا ممكن تلاقي الاب بيقول لابنه سيبك من الكوره وركز في دراستك، ما تلعبش كوره عشان تطلع مش عارف ايه. النهارده الناس كلها عايزه اولادها تطلع لعيبه كوره، واللي شايف ابنه موهبه بيصرف عليه فلوس وبيوديه اكاديميات. والنهارده بنسمع عن مدارس لكل الانديه العالميه موجوده على ارض مصر. دي نقطه مهمه توضح ايه بقى الكلام اللي انا بقوله. هو ممكن الاسره بامكانياتها عايزه تفرض ابنها، وممكن يتفرض، وممكن يكون المدرب ده، عفوا ان انا اقول الكلام ده، لان الاجواء احنا بنعيشها، ممكن يكون المدرب ليه مصلحه مع سين مش مع صاد. اوكي. زمان ما كانش كده. زمان اللي هيطلع هو الموهوب وده اللي بيكمل. انما في التوقيت ده انا شايف ان في على مستوى الكوره، خلينا نتكلم بتركيز في الكوره. تمام. في نجوم كتير قوي، مش نجوم، مواهب كتيره جدا مش هتلاقي فرصه. النهارده حضرتك بتقول الاكاديميات دي بفلوس. الانديه بتخش دوريات بتلغي العناصر اللي عندها، الاشبال اللي عندها، وانديه كبيره مش عايز اقول اسماء على مستوى الدوري الممتاز، وبيلجا ان هو مثلا عنده داخل في بطوله منطقه القاهره، بيخلي نادي تاني صاحب اكاديميه تمام يشترك باسم النادي ده، يدفع له مثلا 100,000 200,000 نص مليون جنيه. وهو ياخد الثلاث اربع فرق دول، يجيب لعيبه من عنده ويلعب باسم النادي، اسم النادي سين او صاد. طب فين اللعيبه المواهب الموجوده في النادي؟ هي مش هتلاقي فرصتها. فهو الجانب المادي ده طغى بشكل كبير. حضرتك بتقول عليه ده بتسمح بيه لوائح اللي بتنظم المسابقات، اروح اعمل اجيب، ما يروح هو هيقيده في النادي ويلعب. هيقيده عنده في مفيش مشكله. لكن هو ما بيشتغلش على قاعده. ايد احمد وايد محمود عندك وبيقيده، خش المسابقه. وانا النادي دوت اللي هو جايبني الاكاديميه، ما انا بلعب في اكاديميه، بنلعب في اكاديميه، فبندفع كل شهر مثلا 1000 جنيه. فالراجل بيكسب، فما يحط واللعيبه عايزه تلعب. فهي شغل كده، وده اللي بيلعب وبيحجب الفرصه عن الموهبه الحقيقيه الموجوده. يعني حضرتك عايز تقول انه الناس النهارده بتلعب كره بفلوسها، نسبة كبيرة، وده جه على حساب المواهب الحقيقية. نسبة كبيرة، نسبة كبيرة. يعني أنا شايف دخول الأغنياء أو الناس اللي عندهم إمكانيات مادية في الكورة، الكورة كانت متاحة للفقير زيها زي أيوه، الفرص متساوية للجميع. واللي عنده موهبة هو اللي بيصعد.
بيصعد موهبه، مش بتكلم يصعد موهبه في الفريق الاول، لا بيثبت وجوده في النادي وعنده 10 سنين خلاص بقى بيبقى ده مؤهل وبيبقى فيه اهتمام بيه. تمام. في نجوم كتير بتظهر في السن الصغير في الانديه دي، اللعيب ده مش هياخد فرصته، مش هيلعب مش هيلعب، بيجي اللعيب من بره او من دي منتشره بشكل كبير الحقيقه يعني. زائد خلينا نتكلم بصراحه برضه المدربين اللي دربونا زمان لا كان عندهم يعني يهتم يساعد اللعيب كان عندنا عم جمعه ده الله يرحمه اداري النادي الاهلي كان الكابتن علاء مهوب في الحومديه يروح ياخده يوديه لغايه ميدان الجيزه ويركبه المواصله بتاعت الحومديه عشان مين هيعمل كده؟ يعني ما فيش اي فايده. ايوه يعني ده ملوش اي مصلحه بينه وبين علاء يعني، بس لو مش موجود عم جمعه ده شايف ان في موهبه وتستحق الرعايه وتستحق انك تبقى وحبه ولعيب مش عم جمعه بس، وكان الكابتن مصطفى حسين وكل المدربين اللي دربونه. يعني لو مش موجود عم جمعه علاء مش هيكمل. علاء بص أيوة مش هيكمل كوره علاء مهيوب، مش هيكمل مش هيكمل، سنه صغير يتوه بقى معهوش حق المواصلات، بيساعده في حق المواصلات، يدفع له المواصلات جزء من المواصلات والدنيا تمشي. الكلام ده مش موجود النهارده طبعا، مش كلهم طبعا يعني، انما في نسبه كبيره هو عايز يستفاد من ده. ده ايه؟ ده يقدر يدفع له الاشتراك اللي هو 200 جنيه في الشهر يطلع منه باتنين سحقا للموهبه، مهم ناخد السبوبه بس ده مفهوم يعني. انا برضو هقول انه ده ممكن يبقى مبرر لانه جزء من فكره الرياضه النهارده بقت صناعه وبزنس يعني، عليها قايم حاجات كتيره جدا. التيشيرت بتاع النادي الاهلي بيتحط في الفاترينا وبيتباع، ده جزء من البزنس. في حاجه مسموح بيها شكلها، انا فاهم. مفيش مشكله. فانا مش اجينست وانا مش ضد انه يبقى في مدارس كوره هدفها البيزنس وتدي فرصه، يمكن على وعسى يكون في موهبه، لكن الاساس بالنسبه لي اصل الموهبه دي ترجمتها فلوس كتير ومكسب اكبر بكتير جدا من المكسب الصغير اللي حضرتك بتكلمي عليه، اشتراك شهري ومش عارف ايه. الموهبه النهارده يعني لا تقدر. ما انا بيتولى المسؤوليه مين دلوقتي؟ ناس يعني مش على مستوى المسؤوليه، مش يعني جزء كبير منهم. أيوه. وللاسف الموضوع ده بيوسع ما بيقلش يعني، ده الاتجاه اللي احنا سايرين فيه. لو قلنا خطين كده مايلين عماله تكبر، الموضوع عمال يكبر. فهي هي يعني هي كل 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 مرحله وكل جيل وكل فتره زمنيه بتلاقي فيها الايجابيات والسلبيات. طب زمان كان في كشاف يعني، احنا بنسمع على حد مهمته انه يكون او قدراته انه يكون عنده العين الخبيره اللي تعرف تشوف في طفل صغير او في موهبه صغيره انه ده في بوتنشال او في امكانيه انه في يوم من الايام يكون لعيب كبير، وعشان ده بيلف ويروح هنا ويسافر هنا ولغايه لما يجيب. وكنا بنطلع الملاعب المصريه ياما طلعت اسماء في كل الانديه مش بس في الاهلي. النهارده في زمن السوشيال ميديا وفي زمن اليوتيوب وفي زمن التكنولوجيا الاتصالات دي وثوره الاتصالات، مش قادرين نكتشف المواهب اللي ممكن في يوم من الايام تبقى بتجيب ملايين وبتحقق مش بس فلوس، بتحقق مكاسب وانتصارات وبطولات للانديه والمنتخبات الوطنيه. ما هو الاجواء احيانا اللاعب بيصطدم بيلاقي انا موهوب، بس انا خد بالك حضرتك السن الصغير ده هو اللاعب ما بقاش عارف نفسه ان هو موهوب. هو اللي بيكتشفه الراجل اللي هو زي ما حضرتك قلت العين الخبيره اللي عنده خبره وربنا اداله موهبه ان هو يكتشف. انما اللعيب اللي عنده 10 سنين وفاكر نفسه ان هو يعني انا شخصيا ما كنت بخاف اروح اختبارات النادي الاهلي ورحت السن كبير، مش عايز اقول القصه اللي قلتها كتير يعني. رحت لعبت انا عندي 20 سنه ما كنتش بلعب في حته، وداني مثلا الكابتن فتحي عماشة ده كان صديقنا او بس هو كان اكبر مننا سنا وكان مدرب في مركز شباب الجزيره، وداني هو واخد مني فلوس. هو وداني عند الكابتن احمد ماهر في النادي الاهلي عشان يطلع له مثلا 5000 جنيه او عايز ياخد 20000 جنيه او 30000 جنيه زي دلوقتي نهائي. هو ده الجو اللي كان موجود، ده النموذج اللي كان موجود. أيوه. النموذج ده مش موجود، النموذج ده اختفى. وحتى لو لقى واحد عنده موهبه عايز برضه يتكسب منها، ده الاساس عنده. انما لو الموهبه تروح في 60 داهيه وطالما مش هياخد فلوس مش هيوديها. لو ما لقاش مصلحه شخصيه مش هيوديها. ده الجزء الغالب نقول مثلا 60-70%، انما لا زال في 30% عندهم ذمه عندهم ضمير وبيحبوا المهنه وبيساعدوا الناس لوجه الله وما فيش اي مشكله عندهم. ما بيبصش لمكسبه المادي. بتواجه المشكله دي في اكاديميات الاهلي بما انك انت مساعد مدير الاكاديميات يعني، وازاي بتفكروا يعني؟ انا عارف ان النادي الاهلي نادي بطولات وده بيفرض على الفريق الاول دايما اللعيب الجاهز، حتى لو كان ابن النادي عنده موهبه او يعني لعيب كويس مش بالضروره انه يوصل فيرست تيم بسهوله، وممكن يقعد
فترة طويلة، يلعب بره، يطلع إعارة، يتباع ويرجع الأهلي لما يشوفه جاهز ياخده يرجعه مرة تانية. لكن ده بالنسبة لكم في الأكاديميات مثلا، يعني هل حاطينه في اعتباركم؟ هل بتشتغلوا على المواهب اللي بتشوفوها تستحق إنه يكون ليها رعاية خاصة؟ حاطين في دماغكم إن الأهلي يستفيد منها مستقبلا، ولا الموضوع مجرد أكاديمية لتعليم كرة القدم فقط لا غير؟ لا، انت بتتيح الممارسه وفي نفس الوقت عندك هدف، والهدف الاساسي مش بالنسبه للنادي الاهلي مش مكسب مادي. اعتقد يعني مهما الاكاديميه دي جابت دخل، اعتقد بالنسبه لامكانيات النادي الاهلي شيء بسيط جدا، شيء بكاد يعني مش موضوع اهتمام النادي الاهلي. انما انت اساسا انت منتشر في كل على مستوى اغلب المحافظات، يعني في سوهاج، في اسيوط، في اسوان، في دمياط. اكاديميات الاهلي موجوده في اغلب المحافظات، انا كنت فاكر انها مقتصره على بعض. في السويس موجوده، في المنصوره موجوده، طبعا في القاهره، في الجيزه، في الشيخ زايد، يعني تقريبا في معظم المحافظات دي. ما فيش شك، هي مش عايز اقول شعبيه النادي الاهلي، بس هي على الاقل لو في لاعب موهوب، ودي اعتقد برضو مش بتبقى بنسبه كبيره، بس هتقدر تختاره خصوصا في السن الصغير. يعني احنا عندنا بنبدا مثلا من 4 سنوات 5 سنوات، فممكن تكتشف في المرحله دي لعيبه موهوبه وتقدر تضمهم للنادي الاهلي وهم في سن صغير قبل ما ينتقلوا للانديه الاخرى. يعني انت ممكن تكتشف موهبه في سوهاج، اسوان، ده هيجي لك ازاي؟ صعب. يعني هي الفكره جت من هذا الاساس، اروح انا للناس، اروح للناس بالظبط. هي بس هي للاسف ممكن تشتغل اكتر من كده، لان انت المتابعه بتحتاج مجهود كبير جدا، وانك تكون متواجد في اسوان، السفر ويعني محتاجه ان شاء الله. يعني هو الكابتن شط الحقيقه مسؤول مدير الاكاديميات وبيبذل مجهود كبير، ان شاء الله احنا في سبيلنا يعني الاستفاده تكون اكتر من كده. واحيانا بيجي لك لعيب موهوب بالصدفه، زي ما قلنا في حديثنا برضو، اللعيب ممكن ما يكونش عارف ان هو موهوب فعلا، ولا والده عارف ان هو موهوب، بس ما بيجي عندنا، وفي لعيبه عناصر يعني انتقلت من عندنا ودخلت جهاز قطاع الناشئين. كل التوفيق ليكم. والحقيقه انا شايف انه الكره في مصر عموما افتقدت مواهب في السنين اللي فاتت، مش عارف بحكم الظروف اللي مرينا بيها، ولا الجيل ده حظه وحش في موضوع الموهبه لكن عندنا الحقيقه يعني بشوف صلاح كمان رفع سقف الطموحات وحبب الاجيال الصغيره اللي طالعه لسه بتشوف كوره، انه تشوف عندنا نجم مصري بيلعب في نادي زي ليفربول ومكسر الدنيا وشهرته في العالم كله، بيتهيألي ده برضو طبعاً واحد من الحاجات اللي بتحفز. ده هو الاساس، هو يعني الطفره اللي حصلت في المتابعه والممارسه والاكاديميات اللي انتشرت، هو كل الناس دي حاطه هدف انه اللاعب او الولد حاطط هدف انه يبقى زي محمد، ووالده بيشجعه بصرف النظر هو يعني مبشر ولا غير مبشر. أيوة. يعني الرؤيه في المستقبل هل الحقيقه كامل، بس كل الناس عندها الطموح، ده حاجه كويسه، نتمنى ده ان شاء الله باذن الله. اروح للخماسيه، اختم بقى كلامي مع حضرتك بماتشين مهمين قوي. يعني طبعا الماتش السوبر المحلي لسه عليه شويه، لكن خليني اروح لسوبر افريقيا ومواجهه الاهلي ونهضه بركان، شايفها ازاي؟ وشايف فرص الاهلي في التتويج باللقب الرابع يعني ازاي؟ اكيد 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 فرصتنا احسن، وعندنا اعتقد اللعيبه عندها اصرار. يعني انا برجع بالزمن شويه كده كاني لعيب كوره، اكيد عندهم نفس الاصرار. ايوه، المراحل اللي انت مريت بيها دي ما شبعتش؟ يعني لعيب بيحقق 3 بطولات كبيره في فتره زمنيه، مش ممكن ده يخليه ولا مش لعيبه الاهلي؟ لا لا. مش لعيبه الاهلي. بص ميسي ورونالدو كم سنه هو رقم واحد ورقم اثنين؟ انت مع ميسي ولا مع رونالدو بالمناسبه؟ مع ميسي. مع ميسي. طب متفقين الحمد لله. طب كويس. طيب شوف التنافس، لو ما عندوش هذا الطموح يعني بقى له مع 10 او 12 سنه بيتنافسوا على لقب افضل لاعب في العالم. وعندهم نهم شديد لاحراز البطولات مع طبعا مع كل، نتمنى الروح دي تكون موجوده عند كل لعيبتنا طبعا، وان شاء الله موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. بتوجهها كابتن محمود لنجوم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في ختام لقائنا؟ ما فيش شك، بشكرهم على الفتره اللي فاتت الحقيقه، ادوا ما عليهم ومع توفيق ربنا حققوا نتائج كبيره، وعندهم فرصه هيحققوا، وده طموح اي لاعب ان هو يلعب له 10 12 15 سنه في النادي الاهلي ويحقق 20 بطوله و30 بطوله. اعتقد في اجيال كتيره مننا ولاعيبه كتير لاجيالنا واللي بعدينا واللي قبلنا حققت هذا، ونتمنى ان صوت الطموح لازم يكون موجود عندهم. اعتقد صحيح. موجود عندهم يعني. ونتمنى انه اللي حصل السنه دي ما يكونش استثناء، يكون قاعده. يعني انا شايف انه جيل ده عنده فرصه يكون جيل ذهبي جديد في وسط اجيال النادي الاهلي لو حافظ على
نفس الإصرار ونفس المجهود وقدر يحصد البطولات إن شاء الله بإذن الله، وتكون فترة لا تغيب فيها البطولات عن النادي الأهلي. إن شاء الله. شرفتنا وأسعدتنا. أنا سعيد أكون مع حضرتك. شكرا لحضرتك نجم النادي الأهلي دكتور محمود صالح، كان ضيفنا في السادسة. بكرة إن شاء الله لقاء جديد وحلقة جديدة. تحياتي لحضراتكم.